السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على تراس، فخلينا نبدأ ملف جديد، أقول له نيو وأقول له أنا عايز أبدأ بروجكت، ولازم عشان نبدأ صح نبدأ مع تمبليت ستراكشر، بس أنا استثنيا هبدأ بنون ونشوف إيه اللي هيحصل. يعني أنا بادئ من غير تمبليت، فبسألني أنت عايز تشتغل بالإمبريال ولا متريك؟ فقلت له متريك. احنا بادئين من غير تمبليت، مفيش اي فاميلي خالص، او ممكن يكون التمبليت فيها مشكلة او ناقصة، فنشوف نحل المشكلة دي ازاي يعني. طيب خلينا نروح للاستراكشر واقول له تراس. مفيش استراكشر تراس فاميلي، اقول له حملها لي. structure وعندنا اشكال كتيرة زي ما انت شايف، ممكن نختار ده مثلا. كده احنا معانا الفاميلي، فهنبدأ نرسم بالشكل دوت. تمام، تعال نشوف في 3D ولا حاجة، مفيش حاجة خالص، ده احنا مش رسمناه. اهيت تمام، بس مفيش حاجة فيها اصلا، ليه؟ طيب تعال ندخل على ايه. طيب هنلاقي انها مكونة من structure framing، ومفيش structure framing، فعشان كده هي فاضية. طيب اعمل ايه؟ هحمل structure framing وابدأ اختار. طيب هقول له ان انا عايز اضيف بيم، بيقول لي مفيش بيم في المشروع، فهطلع هنا واروح للستراكشر بيم. ستراكشر فريمنج اهيت، واقول له ان انا عايزها ستيل، وتبدأ تشوف القطاع اللي انت عايزه مثلا دوت. ممكن تختار مثلا تبدأ تشوف القطعة اللي انت عايزها، واقول له اوبن، فيتحمله معايا في المشروع. هنا بيقول لي اختار المقاسات اللي انت عايزها، طيب دلوقتي بقى هروح للاستراكشر واقول له ان انا عايز ارسم التراس بتاعي. بس قبل ما ارسم هقول له ايدي طيب، وهبدأ اختار بقى هنا الفيرتيكال، بقى عندي مقاسات كتير اهوت، وال داجوند ويب والبوتوم. لو انت عندك حاجة في البوتوم عايز تحطها، بيقول لك هتعملها من سنتر اوف بيم ولا منين، اختار الفريمنج تايب. والتوب برضو ممكن نختار الفريمنج تايب بتاعه، وخليني اقول له اوكي. وبعد كده هبدأ ارسم التراس. ظهر معايا بالشكل دوت، خلينا نعمل عليه سيلكت. بلاقي ان انا اقدر اعدل فيه البروفايل،
يعني ده الخط اللي فوق اللي هو التوب وده البوتوم. فممكن التوب دوت ارسمه مثلا على هيئة قوس، او تعدل في اللي تحت زي ما انت عايز. طبعا لازم يبقى خط واحد، فهلغي الخط المستقيم دوت وهو يبدأ يظبط الشكل بتاعه. او ممكن تعمله على هيئة زي مثلث مثلا، خط كده وخط كده يظهر معايا بالشكل دوت. ممكن تقول له ريسيت بروفايل لو انت عايز ترجعه زي ما كان. ممكن تقول له اديت فاميلي، فتدخل جوه الفاميلي وتقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. فيظهر معاك اهوت الشكل. ممكن تيجي هنا، هي معمولة جروب، فلو انت عدلت اي حاجة هتتعدل اوتوماتيك. ممكن تعمل لها ميرور، تعمل زي ما انت عايز، تدخل هنا اديت جروب تعمل لها ميرور فيبقى الخطوط كلها ماشية في نفس الخط اهوت. بس طبعا هلغي موضوع الكوبي. شاهد ان انت تقدر تتحكم في كل حاجة موجودة في الفاميلي. تمام. طيب هقول له بقى احملها في المشروع. اوفر رايت، بدل ما هم ماشيين كده دول في الجانب ده الناحية دي والجانب ده الناحية دي. هتبقى بالشكل ده. طبعا لو في فلور تقدر تعمل اتاش توب بوتوم. لو جيت هنا في الايديت تايب هتلاقي ان انت ليك الاختيار في حاجات كتير جدا، زي مثلا هيبدأ من سنتر اوف بيم ولا التوب اوف بيم ولا لوكيشن لاين، فتقدر تغير فيها زي ما انت عايز. وخلينا نغير مثلا في البوتوم، اقول له بوتوم اوف بيم. طيب لو عايز تغير واحدة من دول، فكل اللي انت عليك انت هتيجي هنا وتدوس تاب فتعمل تختارها، ولو هي معمول لها بن تعمل لها ان بن، وبعد كده تيجي تغير النوع بتاعها. هتغير معاك بالشكل ده.